اللجنه اللي هتختار هي اللي هتقول مثلا يدفع مبلغ كذا او يجازف كذا، صح كده؟ شتم وقصف وسب، ضرب بالعصا، ضرب بالعصا ادى الى عاهه، ضرب بالعصا ادى الى موت، ضربه بقبضه اليد، صفع على الخد، سحب سلاح، سحب سلاح وشد اجزاء، سحب سلاح واطلاق اعيره ناريه في الهواء، سحب سلاح واصابه، سحب سلاح وادى الى موت. التحرش الجنسي سواء كان بالذكور او بالاناث لازم اللجنه برضو هتقول رايها في الموضوع دي. ايقاف ماكينه ري لغير صاحبها، ماكينه ري ودي واحد مش صاحب المكنه وبطل المكنه بدون اسم صاحبها، يبقى الموضوع ده يعرض على اللجنه وهي اللي تبت فيه. سرعه الموتوسيكلات بالطريق دي برضو بتؤدي الى مشاكل كثيره في البلد وكلنا بنعرف. انحياز شخص لشخص، انحياز شخص لشخص اخر، يعني اثنين اتخانقوا مع بعض ودي واحد من طرف من الاثنين انحاز مع الواحد، ده برضه اللجنه بيبقى ليها رايها. التشهير سب الدين، في حال التقدم اي شكوى، في حال التقدم اي شكوى تقدم مباشره لعمده الناحيه. في حالة فض نزاع يقوم بمقر العمودية الرسمي. الأموال التي توضع بالصندوق تصرف على المشروعات الخيرية بالقرية. من أفسد شيء عليه إصلاح. في حالة حدوث مشاكل داخل المؤسسات الحكومية، يعني أنا مثلا ابني الأستاذ ضربه مش هروح أمسك لي بندقية وعصاية وأروح أتخانق مع الأستاذ، لو في حد انحاز لي يبقى الموضوع ده يعرض للجنة، لم ينحاز يبقى الموضوع للجهات المختصة يا أستاذ. في حالة تخلف أي عائلة عن محضر الاجتماع بالعمودية فللمجلس حرية اتخاذ القرار اتجاه هذه العائلة بالأغلبية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.